سيتم الآن تكريم اللجنة التحكيمية لمهرجان الشارقة 20 للجواد العربي. مجهود كبير من اللجنة التحكيمية التي شاركت معنا في هذا المهرجان والتي أضفت طابعا تحكيميا جميلا في هذه المسابقة لإعطاء كل ذي حق حقه. تشرفنا طبعا بوجودهم معنا ومشاركتهم في هذا الحفل الذي تشهده الإمارات الباسمة. إذن نذكر الآن اللجنة التحكيمية التي شاركت معنا في مهرجان الشارقة الدولية 20 للجواد العربي. السيد مارك فيراي من فرنسا، السيد نشأت حجازي من جمهورية مصر العربية، السيدة نيلي فيلبوت هيرمان من بلجيكا، السيد كلاوس بيستي من الكويت، السيد جيان ماركو أرغانو من إيطاليا، السيد فوستوس كانزي من إيطاليا، السيد توماس تارزينسكي من بولندا، السيد جيديون ريزل من هولندا. نسمع التحية للجنة التحكيمية. ما قصروا ويانا في المهرجان أكيد. التقاط صور تذكارية الآن مع اللجنة التحكيمية في المهرجان. يستحقون منا كل الشكر والإشادة والتقدير على جهودهم في إنجاح هذا المهرجان، مهرجان الشارقة 20 للجواد العربي. تشجيعا من اللجنة المنظمة في مهرجان الشارقة الدولية 20 للجواد العربي، ودعما منا لأصحاب الهمم، أصحاب الهمم الذين لهم همم كبيرة في المجتمع ولهم مساهمات كبيرة معنا. سنعرض اليوم مجموعة من اللوحات لأصحاب الهمم في مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، مركز مسارات للتطوير والتمكين. سنعرض مجموعة من اللوحات التي أبدع فيها أصحاب الهمم وناقشوا فيها كل إبداعاتهم لنزايد عليها في هذا المزاد الذي سنعرضه عليكم. انتظار اللوحات الآن. طبعا مغطين اللوحات لأنه نوع من المفاجأة، تتفاجئون بالإبداعات، إبداعات أصحابهم إن شاء الله. جاهزين للابداعات، ابداعات اصحاب الهمم. اذا مع اللوحه الاولى، لوحه حصان بالموزاييك. عدد القطع المستخدمه في هذه اللوحه 950 قطعه. مده تنفيذ هذه اللوحه 10 ايام. حجم اللوحه 110 في 70. المنتسبين المشاركين بتنفيذ اللوحه من اصحاب الهمم مهدي محمد عمر فتح الرحمن وعبد الرحمن عامر. إذن هذه لوحة حصان بالموزاييك، نبدأ المزايدة عليها بمبلغ 5000 درهم. إبداع وحرفية من أصحاب الهمم في هذه اللوحة، نبدأ المزايدة عليها بمبلغ 5000 درهم.
إذا مزايدة من الشيخ بمبلغ، إذا أول مبلغ وصلنا على اللوحة. ننتظر بمبلغ 5000 درهم. المبلغ الثاني، إذا نزود المبلغ، مبلغ 6000 درهم. وصلت اللوحة مبلغ 6000 درهم. مبلغ 7000 درهم، إذا لوحة حصان بالموزاييك مبلغ 10000 درهم. إذا وصلت مبلغ 10000 درهم. المزايدات وصلت مبلغ 11000. 11000 اللوحة وصلت بكم؟ 12000. 11000. 11000 عفوا، 11000 حصان بالموزايك. 11000. إذا وصلت اللوحة الأولى مبلغ 11000. ننتظر أيضا المزايدات باللوحة، مبلغ 12000، مبلغ 13000. 13000 لوحة حصان بالموزايك لأصحاب الهمم. 13000 درهم للوحة الأولى. إذن 1 2 3 مبلغ 13000 درهم. إذن ننهي المزاد الأول للوحة بقيمة 13000 درهم للوحة حصان الموزايك. اللوحة الثانية، لوحة حصان بالخزفة، استخدم فيها فن السيغرافيتو. مدة تنفيذ اللوحة 14 يوما. حجم اللوحة ما بين 75 في 100. المنتسبين المشاركين بتنفيذ اللوحة سالم طالب ومحمد عبد الوالي. نبدأ المزايدة بمبلغ 5000 درهم للوحة حصان بالخزف فن السيغرافيتو. نذكر أن سيعود ريع هذه المزايدات إلى أصحاب الهمم في مركز مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية. نبدأ المزايدة بهذه اللوحة بمبلغ 5000 درهم. 6000 درهم، إذن مبلغ 6000، مبلغ 7000 درهم. 7000 درهم للوحة حصان بالخزف. سبعة آلاف ثمانية آلاف درهم. ثمانية آلاف درهم الآن قيمة اللوحة، لوحة حصان بالخزف فن السيغرافيتو. ثمانية آلاف. ثمانية آلاف درهم. ثمانية آلاف درهم الآن. إذن وصل السوم الآن في 8000 درهم للوحة. نذكر 9000 درهم، 10000 درهم، 10000 درهم لهذه اللوحة التي نذكر أنه سيعود ريعها لذوي الاحتياجات الخاصة في في مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية. 10000 درهم. استمر. 10000 درهم. 1 10000. 11000. إذن 11000. 11000. 11000. ها في زيادات. 11000. 11000. 12000. 12000 درهم لوحة حصان بالخزف. 12000. 13000. 13000. 13000. 1 13000. 2 ها سكر. 13000. 3. إذن قيمة اللوحة
13,000 درهم لوحة حصان بالخزف فن السيغرافيتو. اللوحة الثالثة لوحة حصان بالنحاس. لوحة حصان بالنحاس مدة تنفيذ اللوحة 7 أيام، حجم اللوحة 95×70. المنتسبين المشاركين بتنفيذ اللوحة حمدان الجسمي وناجي أحمد. نبدأ المزايدة بمبلغ 5,000 درهم. 5,000 درهم نبدأ المزايدة عليها. طبعا نذكر أن ريع 6,000 درهم، 7,000 درهم، 7,000 درهم. نذكر أن هذه اللوحة سيذهب ريعها 8,000 درهم. ما شاء الله عليكم، حتى جملتي ما خليتونا أكملها. 9,000 درهم، 10,000 درهم، 10,000 درهم، 11,000 درهم، 11,000 درهم، 12,000 درهم، 12,000 درهم. لا هذه اللوحة نارية، هذه 13,000 درهم، 14,000 درهم. السباق على هذه اللوحة 14,000 درهم. ها تستاهل أكثر ولا 15,000 درهم. نعم 15,000 درهم، 16,000 درهم، 16,000 درهم. ها بعدنا ما أعطينا معلومات عن اللوحة هذه. 16,000 درهم. كيف نزيد عليها؟ شوفوا جمال اللوحة، شوفوا جمال اللوحة، فيها تباين اللوحة، إبداعات ذوي احتياجات الخاصة مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية. 16,000، 17,000، 17,000 درهم. ها 17,000 درهم، 18,000 درهم، 18,000 درهم، 18,001، 18,002، 19,000. بنعيده، 1، 19,000، 20. نعم وصلت 20، سمعونا التحية يا جماعة، 20, 21, 20, 22. ها 20, 23. إذن لوحة حصان بالنحاس مبلغ 20,000 درهم. شكرا لكل من ساهم معنا في هذا المزاد الخيري الذي سيذهب ريعه إلى ذوي الاحتياجات الخاصة في مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية. شكرا لكم على دعمهم، على تشجيعهم على هذه الإبداعات. طبعا هذا عمل خيري في النهاية أكيد. الشكر موصول أيضا لنادي الشارقة الفروسية والسباق، وأيضا المنظمين في مهرجان الشارقة الجواد العربي 2020 على مساهمتهم في عرض هذه اللوحات لذوي الاحتياجات الخاصة في مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية. وأنا أستكمل بعد قليل معكم أشواط البطولة في مهرجان الشارقة الدولية 2020، فأكونوا معنا على الموعد، والسلام عليكم.